بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة اهو سيدنا ومولانا الامام الحسين بعد التجديدات دي المئذنة القديمة اللي هي المئذنة الفاطمية والقبة بتاعة المقام اللي هم فوق الباب الاخضر واللي عارفينه الدراويش كلهم طبعا اللي بيدخل على الشباك بتاع المدفن الرئيسي. التجديد الله اكبر عليه، يعني حاجة تفرح وتشرح، يعني بسم الله ما شاء الله يا مدد يا سيدنا الحسين. طبعا التوسعة كبيرة قوي والمساحة بتاعت التوسعة كبيرة جدا واضحة قوي، يعني هو غالبا المساحة اللي قدام المقام كلها اتعملت. بسم الله الله أكبر. السلام عليكم. دلوقتي هندخل المسجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نروح بس نحط الحذاء بتاعنا. الله أكبر. المسجد بعد التجديد حاجة مشرفة فعلا، وحاجة الله أكبر عليها. يعني طبعا باب الحجرة اللي في وشنا ده باب الحجرة اللي فيها أثر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها شعراته النبوية وفيها جزء من قميصه وفيها عصاته وفيها سيفه اللي كان بيتكئ عليه وهو بيخطب، وفيها مصحف سيدنا عثمان، وفيها أجزاء كتيرة من الكعبة من كسوة الكعبة المشرفة. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. برضو ده الباب اللي من مقام سيدنا مولانا الامام الحسين بيدخل على الحجرة النبوية، برضو المقام الشريف بعد التجديد. حاجة مبهرة حقيقي، مبهرة، يعني ال- 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 القلب بيخفق معها جمال وحب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وطبعا في امن، حاجه جميله حقيقي. يعني بسم الله الله اكبر. مديح في حب اهل بيت رسول الله الكرام.
الصورة جايبها لنا كده، هو فاتي خلاص.